نفت مصادر رفيعة المستوى ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذي جرى في 7 أكتوبر. أضافت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن الموقف المصري هو معلوم للجميع، وما تقوله مصر في العلن هو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية باشرت ومنذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.